طول مريت راح أذكر لك قضية هذه شوية تزيد من ولائنا ومحبتنا لأهل البيت. بعد زوال الدولة الفاطمية طبعا تدرون الدولة الفاطمية قوض بها صلاح الدين الأيوبي. وش سوى صلاح الدين؟ هذا يمكن في مجلس مستقل أبين لك شو سوى. فسوى فشيء غريب وعجيب. من ضمن الأشياء صار كل واحد يعرف أنه شيعي يعذب حتى الموت. اينا يجيب صندوق بحجم الرأس ويجيب هذا المعروف بالتشيع أو محب للحسين فيحلق شعر رأسه ويدهن رأسه بالزيت ويجيب هذا الصندوق ويخلي رأسه جوا الصندوق ويملأ الصندوق بالحيات والعقار. يعذب تعذيب بطيء. يا أخي أنا والله أتعجب. اليوم تعال شوف الناس تهوس، شوف إيش سووا بسجن أبو غريب، وشوف إيش سووا بينا الأمريكان، وشوف إيش سووا بينا الإسرائيليين. يا أخي تفضل، هذا تاريخ العرب، شوف سواياهم، شوف إيش سووا. هذا شو تسميه اليوم تسمع عن هذا؟ فدوحشية مورسة تجاه أتباع أهل البيت منقطعة النظير. يجيبون كل واحد محب للحسين يخلون هذا الصندوق براسه ويملؤونه بالحياة والعقارب إلى أن يموت. جابوا واحد حلقوا شعر راسه خلوا عليه الزيت خلوا الصندوق ملأوا حياة وعقارب يريدون يسمعون يصرخ أبدا. هذه يذكرها السبط بن الجوزي في تذكرة الخواص. يصرخ أبدا ما يصرخ، قاعد يتحرك أبدا. فتحوا الصندوق وإذا بالحياة والعقارب قد يبست على رأسه وما مسته بسوء. قال له تعال شنو قضيتك، انت ساحر؟ قال لا مو ساحر. شلون يعني حياة عقارب ما تأثر بيك؟ قال حملت على رأس الصندوق الذي وضع فيه رأس الحسين، فمنذ ذلك اليوم ما شكوت صداعا في رأسي وما أصابني سوء ببركة الحسين ابن علي.